في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، هل تمكن طلبة الجامعات في قطاع غزة أن يبدأوا عاما دراسيا مفعما بالطمأنينة والاستقرار، أم كانوا على صراع دائم مع التسجيل الفصل الدراسي الجديد؟ ابقوا معنا لنعرف أكثر من طلبة الجامعات. سجلتي الفصل حتى الآن ولا لسه؟ لا لسه. ليش ما سجلتي؟ كل الوضع واقف على الكل، والوضع بالمرة يعني كل ما له ما بزداد سوء. هل كان في تسهيلات من الجامعة لحتى تتمكن انك تسجلي؟ طبعا بكفي اكبر تسهيل اني انا بدرس مجانا، منحة 100% تفوق ثانوية عامة وامتياز جامعة، فبدرس مجانا في الجامعة. طب على مستوى صحباتك وزميلاتك بالتخصص، العدد الاغلب سجل او لسه؟ لا سجل العدد الاغلب، سجل العدد الاغلب. جامعتنا فيش فيها يعني بحسش فيها مشكلة في دفع الرسوم، لانه الاغلب بقسط وبيراعوا كتير جامعتنا، في منح كتير فيها. على مستوى اصحابك وزملائك في التخصص سجلوا للفصل او لسه؟ مش كلهم تقريبا، حسب الظروف، ظروف صعبة في غزة، نصهم يعني حوالي او اقل شوية. طب برأيك طلاب جامعات غزة بيقدروا بهيك ظروف صعبة انهم يسجلوا للفصل من البداية او يستنوا تسهيلات الجامعة؟ حيستنوا تسهيلات، لانه مستحيل حد يسجل من بداية الفصل، الوضع صعب يعني كتير على قطاع غزة. والله لسه ما سجلت، بس بداهم بحضر محاضرات، اما تسجيل الفصل لسه لانه دفع الرسوم وهيك، يعني الواحد يدوب يدبر بس مواصلات الاجرات انه اقدر احضر محاضرات، لكن الرسوم ان شاء الله بحاول يعني قد ما اقدر ادبر رسوم الفصل ان شاء الله. بالنسبه لجامعه الاقصى تسهيلاتها بالذات الماليه معاملتها منيحه كثير يعني، والحمد لله حصلت على نص منحه برضه من الجامعه عشان بابا موظف. بس اغلب الطلبه من ناحيه الوضع الاقتصادي اغلبهم يعني جدا جدا عندنا في التخصص بأجل فصول بسبب الأوضاع المعيشية في قطاع غزة اللي بعانوا منها كثير من سكان قطاع غزة. سجلتي للفصل؟ إيه الحمد لله. كان في تسهيلات من الجامعة لا تقدر تسجلي؟ هي أصلاً الجامعة يعني مسهلة، يعني إنه المصاريف يعني تبعتها بسيطة، بس يعني مش على الكل، يعني برضو بالآخر في عبء مادي يعني كبير بيكون على بعض العائلات. أنا الحمد لله يعني تيسرت معايا، رسوم الدراسية كانت بسيطة، بس برضو يعني بتمنى تكون الجامعات كلها بشكل عام تكون متساهلة على الأقل شوية مع الطالب، لأنه إحنا بنعيش يعني ظروف اقتصادية جدا جدا سيئة، مش الكل بيقدر يأمن يعني، وكتير كتير في بنات حاليا جايبين معدلات كويسة يعني إنه 97-98، وهذا عن معرفة شخصية، قاعدين في البيوت يعني لأنهم مش قادرين يوفروا اللي هو يعني الرسوم الجامعة، حق الكتب، لسه يعني حق الكتب هذه لحالها كم تاني. فيعني كل الجامعات بشكل عام يعني بدون ذكر اسماء لازم تتساهل مع الطالب، يعني في يعني مثلا اي بنت، يعني مش كل البنات طبقه اقتصاديه واحده، في طبقات متفاوته والاغلب تحت خط الصفر يعني.